يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا مشرف على عمالة، هؤلاء العمالة بعضهم لا يصلي وبعضهم يصلي داخل الورشة، هل علي إثم في تركهم بدون صلاة؟ عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ صاحب العمل الذي استقدمهم، عليك أن تبلغه أنهم لا يصلون لأنهم في ذمته وأنت مراقب عليهم. كيف تراقب عليهم العمل الدنيوي ولا تراقب عليهم أمور الدين؟ عليك أولا أنك تناصحهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا تبلغ صاحب العمل الكفيل من أجل أن يبعدهم عن البلاد. نعم.